في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. طاهر يكشف عن استاد الأهلي في مؤتمر صحفي. وياسرين شمس الأهلي جاهز لمواجهة تليفونات بني سويف على أي ملعب. وأيوب لم ندخل في مفاوضات مع إبراهيم العلبة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا أحد يومي 21 من نوفمبر الجاري للإعلان عن الخطوات الفعلية لبدء تنفيذ استاد الأهلي، الحلم الذي لطالما حلمت به جماهير القلعة الحمراء. ومن المنتظر أن يكشف طاهر النقاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالاستاد من حيث موقعه الجغرافي ومساحته الكلية وطاقته الاستيعابية والشركة المكلفة بتنفيذه وإنشائه، بالإضافة إلى التكاليف المالية وطرق التمويل. وعلى الصعيد ذاته تتسلم إدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة أرض التجمع الخامس والتي يتم تخصيصها لبناء الفرع الرابع للقلعة الحمراء، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية لبناء الفرع عقب استلام الأرض مباشرة في ظل تعقد المجلس الحالي مع إحدى الشركات الكبرى من أجل بدء العمل في الفرع الرابع بعد أن تم الانتهاء من وضع التصور الخاص بالفرع. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي أن مباراة فريق الكرة الأول أمام تليفونات بني سويف الجمعة المقبل والتي سيستضيفها ملعب بتروسبورت ستقام على أرض محايدة، وأن الأهلي ليس صاحب الأرض كما يعتقد البعض. وقال شمس جميع مباريات الكاس تقام على أرض محايدة وفقا للنظام والجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ولذلك فلا أجد مبررا لرفض فريق التليفونات نقل اللقاء من بتروسبورت إلى ملعب القاهرة الدولي. وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى أنه خطب إدارة التليفونات بنقل هذه المواجهة لاستاد القاهرة ولكن النادي رفض، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأهلي جاهز لخوض اللقاء على أي ملعب. قرر النادي الأهلي صرف النظر عن شكوى الحكم الجنبي بكاري جسامة والذي أدار مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها الأهلي بهدف دون رد. وقال شمس لن نشكو جسامة لأنه لا جدوى من ذلك، ومسؤول الاتحاد الأفريقي على دراية تامة بأخطاء الحكام والتي أثرت بشكل كبير على نتائج بعض البطولات. كان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أكد عقب مباراة الوداد أن المباريات في أفريقيا دائما ما يحسمها التحكيم، في إشارة للظلم الذي تعرض له الفريق في مباراة نهائي أفريقيا. نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الدخول في أي مفاوضات رسمية مع الحارس السوري إبراهيم العلمة، وشدد أيوب على عدم وجود رغبة في ضم اللاعب لتدعيم مركز حراسة المرمى، مؤكدا أن الجهاز الفني كان تركيزه منصبا على بطولة أفريقيا. وبعدها سافر حسام البدري المدير الفني للفريق إلى كندا للاطمئنان على ابنته المصابة، ولم نتحدث في هذا الأمر من الأساس. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار تتشبي الجزيرة استعدادا لمواجهة تليفونات بني سويف في دور 32 لكأس مصر والمقرر لها الجمعة المقبل.
للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بك، احكي لنا عن ميران النهاردة. النهاردة بالفعل وصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته واستعداداته لمباراته المقبلة أمام فريق تليفونات بني سويف في دور 32 لبطولة كأس مصر والأهلي بيحمل لقب. المباراة ديت مقرر ليها إن شاء الله بإذن الله الجمعة القادمة. هتقام على ملعب بتروسبورت. مران النهارده بدا الساعه 4 عصرا. قاد المران كابتن احمد ايوب، طبعا كلنا عارفين ان كابتن حسام البدري سافر كندا للاطمئنان على بنته، بندعي لها كلنا بالسلامه ان شاء الله باذن الله. النهارده المران كان عباره عن عده فقرات. الفقره الاولى كان المعتاد قادها كابتن انيس الشعلالي مخطط، دي كانت خاصه بالاحماء والتدريبات البدنيه واستمرت حوالي 30 دقيقه. بعد كده ادى اللاعبين تدريبات بالكره، اكد خلالها كابتن احمد ايوب على ضروره اللعب من لمسه واحده والضغط على اللعيبه، ودي فقره استمرت في حدود 20 دقيقه. بعد كده اللعيبه ادت تدريبات على استغلال الكرات العرضيه، قعد حوالي ربع ساعه اعتمد فيها كابتن احمد ايوب على الكرات العرضيه واللعيبه المهاجمين ازاي بيقابلوها، وديت متوقع ان يلجا ليها الكابتن احمد ايوب في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله امام تليفونات بني سويف، اللي من المتوقع ان هو يدافع يقدم مباراه دفاعيه، ودي احدى الحلول الكرات العرضيه لفك التكتلات الدفاعيه. الفريق اختتم تدريباته بتقسيمه قويه في منتصف الملعب، تالق فيها جميع اللاعبين، ركز خلالها كابتن احمد ايوب على ضروره التحرك بدون كره واللعب السريع. اللعيبه كلها كان في اصرار على ان هم يكونوا في حته تالق، في اصرار على الدخول لقائمه المباراه القادمه استغلالا طبعا لغيابات كثيره. طب حازم احكي لنا عن اصابات الفريق يا حازم. الاصابات النهارده كان في غيابات، طبعا الاصابات كثيره. احنا عندنا النهارده حسام عاشور ومروان محسن ادوا تدريبات تاهيليه عباره عن جري حول الملعب، وبعد كده تدريبات بالكوره تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. في كمان اكرم توفيق اكتفى بالجري حول الملعب، احنا عارفين ان هو بيعاني من الام في عضلات الظهر. محمد نجيب اكتفى باداء تدريبات تاهيليه داخل الجيم. دي كل الاصابات. في طبعا علي معلول بس هو منضم لمنتخب تونس، هو مصاب وهيغيب في حوالي اسبوعين ان شاء الله. حازم برعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بحسام بدري المدير الفني للفريق والمتواجد في كندا من أجل الاطمئنان على ابنته زينة، واستفسر عبد الحفيظ من البدري عن حالتها الصحية ونقل إليه تحية الجهاز الفني واللاعبين. كان البدري قد سافر إلى كندا مباشرة من المغرب عقب خوض مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان على ابنته زينة والتي تعرضت لحادث قبل مباراة الوداد. ويغيب البدري عن قيادة الأهلي في مباراة تليفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل بدور 32 من مسابقة كأس مصر، حيث يتولى القيادة الفنية أحمد أيوب المدرب العام. وإلى متابعات أخبار المنتخب الوطني، حيث يخوض المنتخب الوطني الأول ميرانه في تمام 6 مساء بصفوف مكتملة بعد وصول جميع اللاعبين المحترفين وانضمام لاعبي الأهلي. ويستعد المنتخب لمباراة غانا المقبلة والمقرر إقامتها الأحد المقبل في مدينة كيب كوست ضمن منافسات الجولة 5 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وأكد كوفر للاعبيه أن المباراة بالنسبة له ليست تحصيل حاصل، فالشعب المصري دائما ما يبحث عن الفوز وبأداء جيد حتى لو كانت المباراة ودية، مشيرا إلى أن الفوز على غانا سيكون خير إثبات على أحقية مصر في صدارة المجموعة والتأهل للمونديال.
كشف الدكتور خالد محمود طيب النادي الأهلي عن موقف الحارس الدولي شريف إكرامي بعد شكواه من الإصابة عقب مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي. وأوضح طبيب الأهلي أن إكرامي اشتكى من آلام خفيفة في السمانة قبل لقاء الوداد، لكنها لم تمنعه من المشاركة في المباراة بشكل طبيعي بعد حصوله على مسكنات في ظل تمسكه بخوض المواجهة. ومن المقرر أن ينضم إكرامي لمعسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء غانا في تصفيات كأس العالم في 12 من نوفمبر الجاري. كشف إيهاب ليطا المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول أسباب اختيار القميص المقرر أن يرتديه لاعبي المنتخب في بطولة كأس العالم، والذي أثار حالة الغضب بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد الإعلان الرسمي عنه. وأكد إيهاب ليطا أنه لا يوجد بند في التعاقد بين اتحاد الكرة والشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخب الوطني، تمنحنا الاعتراض على التصميمات والتي تنفذها الشركة للمنتخب، خاصة والتي سنشارك بها في نهائيات كأس العالم. وأضاف أن اتحاد الكرة تسلم تصميم القميص الجديد في أبريل الماضي، أي قبل حسم التأهل لكأس العالم، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة في شهر نوفمبر من كل عام يتسلم تصميمات جديدة للمنتخب الوطني الأول للعام الجديد. رفض الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ضم بديل لمحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي بعد استبعاده من معسكر المنتخب. واستبعد كوبر عبد الشافي بعدما أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب حاجة اللاعب لعلاج لمدة أسبوع. وقرر المدير الفني الاكتفاء بالعناصر الموجودة وعدم ضم أي لاعب بديل استعدادا لمواجهة غانا. قال قيس رجاس المتحدث الإعلامي باسم المنتخب التونسي أن علي معلول بدأ في التماثل للشفاء من الإصابة والتي تعرض لها بإجهاد في العضلة الخلفية. وأصيب معلول خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب ليغيب عن مباراة الإياب. وقال رجاس إن معلول خضع من انضمامه لمعسكر المنتخب يوم السبت الماضي لرابع من نوفمبر لجلسات استشفائية وتأهيلية وفقا لأحدث الأجهزة، وقد يلحق بمباراة نسور قرطاج أمام ليبيا. ويلتقي المنتخب التونسي يوم السبت المقبل أمام ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وسيكون الفوز أو التعادل بمثابة بطاقة التأهل للمنتخب التونسي. إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث قال مروان هشام عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه بدأ التنسيق لاستضافة بطولة سوبر اليد وكأس الكؤوس الأفريقية منذ شهر أبريل الماضي، حتى أرسل الاتحاد الأفريقي رسميا إسناد ملف الاستضافة إلى النادي الأهلي. وأضاف مروان هشام لن نلعب كأس العالم للأندية في قطر إذا فاز الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، فقد اعتذرنا من قبل عن المشاركة في بطولة قطر وسوف نستمر على موقفنا ولن نشارك في كأس العالم للأندية في حالة وصولنا. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في شهر أبريل المقبل ببطولة السوبر الأفريقي، والفائز منهما يشارك في بطولة كأس العالم للأندية.
قصير نعود إلى جولة الملاعب العالمية. جولتكم الملاعب العالمية، حيث ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن نادي أتلتيكو مدريد الأسباني يسعى للدخول في مفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي في محاولة لضم الدولي المصري محمد صلاح. وقال موقع سبورتس مول الإنجليزي أن محمد صلاح مطلوب في نادي أتلتيكو مدريد، والذي رصد 50 مليون جنيه استرليني لضم النجم المصري، والذي سجل 12 هدف في 17 مباراة خاضها بقميص الرد. وأضاف الموقع أن أتلتيكو مدريد قد يدفع بلاعبه يانيك كارسكو في الصفقة من أجل إقناع إدارة ليفربول بالموافقة على رحيل محمد صلاح في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير القادم. أعلن نادي ويست هام الإنجليزي رسميا اليوم الثلاثاء تعيين ديفيد مويس مديرا فنيا للفريق لمدة سنة 6 أشهر خلفا لسلافين فيليتش، والذي أقيل أمس الاثنين بسبب سوء النتائج. وكان مويس والذي كان يدرب فريق ساندرلاند والذي هبط الموسم الماضي من الدوري الممتاز قد تولى تدريب أندية بريستون وأفرتون ومانشستر يونايتد وريال سوسيداد الأسباني. وقال مويس في تصريح عقب توقيع العقد: أتطلع للقاء المشجعين وأن أكون في الملعب معهم وأن أراهم يساندون الفريق، كما أتطلع أيضا للقاء اللاعبين. يسعى ريال مدريد الأسباني إلى عقد صفقة مدوية بضم النجم الدولي البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل. وذكرت صحيفة دايلي ميل أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن رونالدو لصالح الفريق الباريسي مقابل خدمات نيمار، كما أكدت أن والد اللاعب ووكيل أعماله التقى برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيراز لمناقشة انتقاله إلى ملعب سانتياغو برنابيو. وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة كسر فيها الفريق الباريسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر ب 222 مليون يورو. أكد المدافع الدولي الإيطالي جورجيو كيليني على ثقته الكبيرة بتجديد عقده مع يوفنتوس الإيطالي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وقال كيليني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية أن فنجانا من القهوة يكفي لكي يجدد عقده مع اليوفي، مشيرا إلى أن الأمر محسوم بالنسبة له وأنه هادئ جدا بهذا الشأن. ويسعى يوفنتوس لتجديد عقد كيليني والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يسعى النادي الإيطالي للحفاظ على دفاعه بعد رحيل مدافعه ليوناردو بروناتشي إلى ميلان الصيف الماضي. اقترب سام ألاردايس مدرب منتخب انجلترا السابق من تولي مسؤولية أفرتون، والذي أقال مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج. وقالت صحيفة ذا سن البريطانية أن ألاردايس سيتقاضى مبلغ 100,000 جنيه استرليني أسبوعيا، كما سيكون مساعده مدرب ليستر سيتي السابق كريغ شكسبير، وذلك من أجل إنقاذ أفرتون صاحب المركز 17 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وكان أفرتون قد أقال كومان بعد تدهور نتائج الفريق.
يغيب ثنائي هاري كان وهاري وينكس لاعبا توتنهام عن قائمة منتخب إنجلترا، والذي سيواجه نظيره الألماني والبرازيلي وديا على ملعب ويمبلي يومي 10 و14 من الشهر الجاري. وتعرض كان للإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه توتنهام أمام كريستال بالاس، فيما يعاني وينكس من بعض آلام الكحل، حيث يفضل المدرب جارث ساوثجيت عدم المخاطرة به. واستدعى ساوثجيت لاعب وستروميتش جاك ليفرمور لقائمة المنتخب لتعويض الغيابات، فيما من المتوقع أن يعتمد المدرب على جيمي فاردي مهاجم ليستر والذي لم يتم استدعائه لقائمة المنتخب. عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي على الرغم من تألق مانشستر سيتي. وقال كورتوا في تصريحات لموقع ناديه أن مانشستر سيتي يتمتع بقوة كبيرة وأداء عالي وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، لكنه واثق أن فريقه لديه القدرة على العودة للمنافسة على اللقب. وأضاف كورتوا أن على زملائه العمل بجد وانتظار تعثر السيتي في المباريات المقبلة، حيث يرى الحارس البلجيكي أن استمرار تحقيق الانتصارات المتوالية سيكون صعب. فاصل قصير ونعود من جديد لمتابعة أخبار السادسة. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية بوابة الأهرام. تدريبات بدنية خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لتليفونات بني سويف. ومن الوطن سبورت متعب أساسيا في تشكيل الأهلي أمام تليفونات بني سويف. من البوابة سبورت اليوم انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر الفراعنة استعدادا لغانا. ومن فيتو مروان محسن يشارك في التدريبات الجماعية بعد 15 يوم. من يلا كورة مروان هشام التاريخ يقول إن الأهلي سيفوز بأبطال أفريقيا الموسم المقبل. ومن يورو سبورت عربية موعد ظهور عاشور وتأهيل صالح ومفاوضات مع التليفونات. ومن الأهلي دوت كوم معلول قد يشارك مع تونس في مباراة التأهل لكأس العالم. وفي الجول الأهلي يعلن مقاطعة مونديال اليد في قطر. أما المصراوي فطاهر يحدد موعد البدء في الخطوات الفعلية لإنشاء استاد الأهلي. لا تترك الملعب.
على سبيل السعادة زي النهاردة في 7 نوفمبر من عام 1978 ولد محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق. بدأ أبو تريكة مشواره مع الترسانة ثم انضم للأهلي في يناير من عام 2004 ليبدأ رحلة التألق حتى أصبح معشوق الجماهير الأول في مصر والوطن العربي. وحقق أبو تريكة العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بالدوري مع الأهلي 7 مرات وكأس مصر مرتين وسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات، كما شارك في كأس العالم للأندية 5 مرات. أما مع المنتخب فقد حقق بطولة الأمم الأفريقية مرتين في عام 2006 و2008، كما أن أبو تريكة له العديد من الإنجازات الشخصية أبرزها حصوله على لقب أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية أكثر من مرة وأحسن لاعب في قارة أفريقيا في عام 2008 باستفتاء بي بي سي. وحرص النادي الأهلي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأفريقي كاف على تهنئة أبو تريكة بعيد ميلاده. كل سنة وانت دايما بخير يا أبو تريكة. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.